رحمة. الله يسامحك يا هشام، أنا لسه بتحبها للمرحومة. هدول بدك توصلهم لقبضاي بالغوطة اسمه أبو حسن. إمتى عادي؟ بعد صلاة الصبح. بتحمل درب طريقك وبتتسهل لهنيك. حصل. وين بلاقي لهذا ابو حسن عبيد؟ رح ادلك، بس قبلي بدي اياك تلاقي لي دوباره لتضل دكانتك مفتوحه لما بتغيب. بالنسبه للدكانه لا تاكل هم عبيد، جبت اخي صغير يقعد فيها مشان يساعدني بالشغل. بري عليك، هلا رح ادلك شلون بتوصل لعند ابو حسن. شريفة. نعم ابن عمي. شبكي؟ ما بني شيء. ليش هيك قلبي خلقتك على غير عادة؟ شو بدي يكون فيه يعني؟ وليش هيك عم تمري بوشي؟ قلت لك ما في شيء ابن عمي، خلص ما في شيء. عم تبكي؟ لك شو صاير لك شريفة؟ احكي شو في؟ لمي؟ لمرتك الأولانية زهرية؟ كمان مانك نسيان اسمها؟ لك شو ذكرك فيها هلأ؟ لك شريفة شو ذكرك فيها؟ قول لحالك هالحكي. زهرية ماتت وأنا نسيتها من يوم ما الله أخذ أمانته. لا مو صحيح هالحكي. شو؟ إيه يلي ما بيحب التاني ما بيخلي عنده شي من قدره. فتحتي الصندوق معناتها؟ ايه فتحت الصندوق وشفت كل اغراض مرتك الاولانية. الله يثبت علينا العقل والدين. لك يا شريفة، زهرية ماتت من زمان وما بيجوز عليها الا الرحمة. مرتك ماتت من الدنيا بس ما ماتت من قلبك. ايه ما ماتت من قلبك. الغيرة اللي عندك يا شريف. لك هي مرتي ميتة وعم بتغاري منها كل هالقد، شلون لو كانت لساتها عايشة؟ أنا الحق علي، ما كان لازم أترك شي من قدر المرحومة تشوفه شريف. خذ هذا الصندوق أخي، خليه لي عندك. وشو في هذا الصندوق؟ شوية أغراض لمرتي الأولانية الله يرحمها. الله يرحمها، مثل شو؟ مصاغ ومناديل وحرتي نسوان. وليش عم تعطيني إياه؟ خلي حرمتك تستعمله. حرمتي تستعمله؟ خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح يا ابو قاسم. انت خلي لي هالصندوق عندك هلا. ايه مثل ما بدك. يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامه. قال حرمتي تستعمله، قال ما بيعرف لما شريفه شافته كيف وشها ما عاد يتفسر وغاروا عيونها بوشها من كتر البكي. الله يصلحك يا شريفة، الله يصلحك. ولي وين راح صندوق المرحومة درتي؟ معقول يكون هشام اخده؟ ولي على قامتي زعلته، يبعث لي حمى الهي. لازم يرجع اليوم. ايه لازم يرجع. سلام لك عقيد. الله يسلمك ويسلمه يا رب. على راسي عقيد. سلام. استنى. خير عقيد. Thank you.
فؤاد عجيب. وضعي اللي مثلها لازم يحمل هيك خنجر. هذا هدية من أبو شهاب لإلها. غالي عجيب، غالي كتير. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ابن عمي ليش؟ شو بدك فيه؟ بدي اياهم ابن عمي، بدي اياهم. مالك شغل فيه، ما رح رجعهم. من شان الله ابن عمي، بدي اياهم يرجعوا على البيت، من شان الله بوس ايدك. خلصنا بقى شريفة، من شان الله. ابن عمي إذا إلي معزة عندك، من شان النبي رجعهم هلا. خلص بكره برجعهم. لا هلا بدي اياهم. لك هلا بنصاص الليالي بدك ياني رجعوا؟ ايه ابن عمي، من شان الله إذا إلي معزة عندك رجعهم هلا. حاضر. أخي يسلم دياتك أبو قاسم. الله يسلمك. لا تأخذنا لبكناك بهالسنة ولو ما في غلبة. الله يخلي دياتك. يلا صفان أخي. لا الخير. شو قصته؟ اليوم أعطاني الصندوق واليوم رجع أخده. لابقين لي يا تاج راسي؟ بيطيروا العهد هيك بدي اياك يا يعني انت رضيان علي مو هيك؟ صباح الخير يا فارس. ايه صباح الخير. ام مشروع؟ ام مشروع ام مشروع؟ نعم. شو بدك؟ ليش انا خلي فرن الحاره ليش ما عم يخبز؟ ليش بقى؟ شو ليش بقى؟ لا خذ خياطي. والله ما فاهم ما كيف بدي لك. انا في رايي تدبر حالك من غير حاره. تدبر حالي من غير حاره؟ اللي بيعرف بيعرف ما بيعرف بقول كف عدل. مين اللي سكنتي عنده لك شريفه؟ شو القصه؟ ايه بدي اشوف البنت الصغيره، سبحاني اللي خلقها شو حبيتها. الله يوفقك ابن عمي، بتعرفني قديش بحب الاولاد الصغار، من شان الله تاخذني بكره بكير لعندها، الله يوفقك ما رح طول. خلاص رح باخذك. باخذك بكره لعند اختي سعاد، بتروحي انت وياها على بيت عصام. لك انا مو مشان شيء، بس والله عم بشتغل. وأحب ما على قلبي تضلك قاعدة بشقيتي. ربي يخلي لي إياك يا حق. شريفة تأخرت كتير لتجوزت، وأنا كمان صار لازم نجيب ولدي أبو شهاب. بإذن رب العالمين الله يحرمنا اياها نعمه. برني هالوش ما احلى. تسلمي شريفه. شو وين ام زكي؟ يمكن باوضه هدى مرت عمي. وشو عم تعمل باوضه؟ ما يجوا يقعدوا معنا؟ لا الله يخليكي مرت عمي، انا لا عم حاكيها ولا عم بتحاكيني. ان شاء الله تخانقتوا؟ لا ما تخانقنا، بس امبارح اجت امها لعندها وسمعتني حكي ما له طعمه. شهيره كانت هون امبارح؟ ايه والله يا مرت عمي، وصدقيني تعدميني اذا فتحت تمي معها بكلمه لا هي ولا. قلت لي عبدو عندي على البواكيه بدي بعته مشوار ضروري. عبدو مال بالحمام، خذ غيره اخي. لك وينه؟ رح يجنني هالولد، كل ما بطلبه ما بلاقيه، مع اني امبارح نبهت عليه انه ما يطلع برات الحاره. خلي عينك عليه لك يا ابو قاسم، بهالولد ليكون عم يتفرطن هون ولا هون بعدين بنخسره. اليوم المساء متى ما اجى ما رح حل عنه، لا اعرف وين عم يروح برات الحاره. سلام. سلام. عليكم السلام ورحمة الله. عن مين؟ عود لشوف. اه عمل لك عود. ايه على عيني. مور معلمي. بدي اعرف وين عم بتروح وشو عم تساوي برات الحارة. قلت لك معلمي، قلت لك عم روح اتصلى عند رفقاتي. ما فاتت لمخي عبدو، ومالي مصدق ولا كلمة من اللي عم تقولها. الله يسامحك يا معلمي، يعني انا كذاب. ايه عيونك عم تقول انك عم تكذب علي. بقى اعترف وقول وين عم بتروح وشو عم تساوي برات الحارة، احسن ما اغضب عليك يا عبدو. بوس ايدك يا معلمي لا تغضب علي، بوس ايدك. لا لك قل لي وين عم بتروح. انا عم اشتغل. عم تشتغل؟ ايه عم اشتغل. وانا بشو مقصر عليك لك عبدو؟ الشهادة لله انك مانك مقصر علي بشي يا معلمي. لك ليش عم تشتغل؟ مشان صمد مصاري واتجوز بنت الحلال.
ولك انت اهبل ولا عم تهبلها؟ شو صاير لك عبده جانين؟ ليش معلمي جانين ليش؟ ولك ما قال لك العقيد ابو شهاب انه هو رح يتكفل بجوازتك؟ بلا قال لي. وليش ما رضيت تاخذ بنت ابو ايوب الكندرجي اللي قال لك عليها الشيخ عبد العليم؟ قلت لك يا معلمي بدي صمد مصاري. ولك انت ما بتفهم، لك عم اقول لك العقيد ابو شهاب بده يتكفل بكل شيء من جوازتك. يكتر خيره، بس انا ما بدي حدا يساعدني، بدي اتجوز من كد يميني وحرق جبيني. شو عم تقول عبدو؟ مثل ما قلت لك معلمي، ما بدي حدا يساعدني، لا جنابك ولا العقيد ولا اي حدا بالحاره. انا بدي اتجوز من حر مالي. ايه مثل ما بدك يا عبدو. ومن بعد امرك معلمي، بدي اياك تسمح لي روح بالنهار على شغلي. ايه رح اسمح لك، روح على شغلك هلا. كتر خيرك يا معلمي، كتر خيرك. ايه والله يا اخي هيك قال، وقال ما بده حدا يساعده، لا انت ولا انا ولا اي واحد من الحاره. والله والنعم من هيك شب، يا هيك القبضايات يا بلا، بس نحن ما رح نتركه. عدس هاي هاي هاي.